على هذه والله ماني ساكتت لك. مالا طلاب تدير البورطابلات كادوات وهزي عليا ما قدرتش نتنفس. وماليك زوجك فرصية وديتني انا بالذريع ما كنتش حابني. اهدر اهدر واش راك تفرج فيا؟ اهدر. مفهمش انا وياك رانا في الطلاق وما نفهمكش انا وعقليتي كي عقلية الاولاد الصغار وعياطة وما نسويش وكبيرة عليك في اللاج. هذوك كل راهم فيا وانا الاخبر ما تحشمش. واش راك تتفرج؟ هذا الهدرات اللي راك تهدر فيهم الفرفوشة والله. من الفرفوشة؟ انا هي الفرفوشة اللي راك تلعب معاها وبهدلت بروحك. ما تحشمش ولا انت انسان حنون ومسكين عندك مشاكل عاطفية وفائض في الحنان ما لقيتش لمن تمدو. ما تحشمش ولا 50 سنة مازلت تعشق وتتمعشق في الفيسبوك. ما تحشمش كون راك تبروفيتي وهز هذه الكلمات هذو راك تقول لي فيهم انا كون راه حياتنا كي العسل. ها ما تحشمش تفرج فيا تفرج. اهدر 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 بالط نكذب. والله ما فهمتك. والله ما فهمت. انا فرفوش انا ما عندي حتى فرفوش انا. ها انا هي فرفوش اللي راني نهضر معاك في الفيسبوك. اسمع نهضر معاك اسمع انتك كبير تاك كبير بصح الخيانه هي السهله. 5 دقائق حليت فيسبوك انا ثاني قعدت نهضر. هاي هي السهله كون جيت تستثمر في الوقت هذاك اللي راك قاعد فيه في الفيسبوك وقاعد فيه مع مرتك وولادك كون رانا في نعمه. نقول لك حاجه بالكفاره يعني هذا السوق هذا ماني قعدت لك وهاي ليك. ارواحي برك ارواحي ارواحي دوك نبلوكيكم الكل ارواحي نبلوكيكم ونحل كونت جديد نسميها التائب المغوار. افرفوشه.